على الرغم من التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها العراق، إلا أن أعضاء الفرقة القومية للفنون الشعبية يبذلون جهودا مضاعفة للتغلب على ضعف الموارد والإمكانيات من أجل الحفاظ على الفولكلور الشعبي. المزيد في هذا التقرير. هنا ومن على خشبة المسرح الوطني العراقي يقدم أعضاء الفرقة القومية للفنون الشعبية رقصاتهم حفاظا على الفولكلور. سنوات ذهبية عاشتها الفرقة في السبعينيات، لكنها اليوم تشهد صعوبات ممزوجة بتحديات الواقع وانغلاقه على الفن وتفضيله للمحافظ منه. لكن الأمل بتغير الحال واستعادة الفرقة لرونقها يبقى مبتغا للقائمين على الفرقة. من يكون هناك رواتب مجزية حقيقية لأعضاء الفرقة، من يكون هناك مشاركات في المهرجانات في دعوات، أتوقع أن الفرقة تزدهر وأعدادها تكبر وترجع لعافيتها الحقيقية. الجماهير التي كانت تملأ مدارج المسرح باتت اليوم بعيدة عن عروض الفرقة النادرة بسبب تراجع الأداء وانعدام التدريبات الخارجية أسوة بباقي الفرق الشعبية الأخرى. ويبدو أن حال الفن في العراق لا يختلف عن حال أهله، فالإهمال وضعف الإقبال والتمويل سمة المرحلة التي تشهد تهميشا للفن والثقافة في البلاد.